السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نخصصه للحديث حول حدث البسالة الوطنية. هذا الحدث فهو بسيط يا شباب كما تلاحظون، فيعني ما يهم في هذا الحدث هو البطاقات المجانية التي سوف نحصل عليها من خلال هذه الباكجات الخاصة بالمقايضة، كذلك من خلال هذا الإنجاز الذي سوف يفتح معنا. بالتالي قبل البداية في الحديث حول حدث البسالة الوطنية، لا تنسوا يا شباب الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وخلونا ننطلق يا جماعة. فكما تلاحظون يا أصدقاء، فمدة الحدث هي 14 يوم يا أصدقاء، بالتالي فكل هذه 14 يوم سوف تكون مليئة بالجوائز المجانية أصدقاء. كما تلاحظون، أول شيء يا أصدقاء عدم تفويت ولا مهمة يومية ولا مباراة من هذا المكان، ما عليك سوى لعب كل هذه المهمات اليومية من أجل تجميع هذا التوكن. هذا التوكن سوف أريك أين يمكنك أن تستخدمه يا صديقي. لا تنسى كذلك مشاهدة هذا الإعلان، فهو مرة واحدة كل 24 ساعة، ولا تنسى عمل هذه المقايضة، يعني فقط مقايضة بسيطة، تضع لاعب 75 وسوف تحصل على نقاط. هذه النقاط سوف تفيدك بشكل كبير في التقدم في المصاري يا شباب الخاص بالمقايضات يا جماعة. كما تلاحظون، فتقريبا في اليوم سوف نحصل على 40 نقطة يا شباب، ومدة الحدث كما قلت لكم 14 يوم. بالتالي لا تنسوا شيء مهم وشيء رئيسي يا شباب، هو أنه كما تلاحظون هنا أن الجوائز سوف تتضاعف يا شباب في عطلات نهاية الأسبوع يا شباب، يعني في العطل الخاصة بنهاية الأسبوع سوف تحتاج الجوائز مضاعفة يا شباب. بالتالي كما تلاحظون هنا يقول لك أنه تبدأ هذه العلاوة أو بعد مرور 14 ساعة يا جماعة. بالتالي فهذه الجوائز يعني ليس هنالك عدد محدد سوف نحصل عليه بشكل يومي أو بشكل أسبوعي، بالتالي هذه الجوائز يعني مع مرور الوقت سوف تتضاعف وسوف نحصل على كمية كبيرة من التوكن. هذا التوكن سوف أريكم أين يمكنكم استغلاله. أول شيء يا شباب لابد لنا الحديث على أنه كل أسبوع في هذا الحدث، يعني مدة أسبوعين، كل أسبوع سوف يكون معنا لاعبين. بالنسبة للفريق الأول سوف تجد أن هذا هي الجوائز الخاصة به، ولو توجهنا للفريق الثاني الذي سوف يفتح في الأسبوع الموالي سوف تجد أن هنالك جوائز أخرى سوف نحصل عليها من خلال هذا الحدث يا شباب. بالتالي الآن نحن في الفريق الأول كما تلاحظون لدينا 3 جوائز، سوف أتحدث لكم عن أفضل هذه الجوائز في فيديو مخصص يا شباب. بالتالي من أجل تفتيح والحصول على أحد هذه الجوائز ينبغي لنا إكمال كل هذه 6 مقايضات. نعم يا أصدقاء، أهم شيء أن تقوم بإنهاء كل هذه 6 مقايضات. لهذا أقول لكم أنه لا تقوموا ببيع اللاعبين الخاصين بكم، لأنكم سوف تحتاجونهم بالتأكيد في المقايضات الخاصة بالأحداث. ما عليك سوى تجميع اللاعبين 80 85 89، أي لاعب لا تقوم ببيعه إذا حصلت عليه احتفظ به، سوف تحتاجه كن متأكدا يا صديقي. بالتالي كما قلت لكم ينبغي لكم إكمال كل هذه 6 مقايضات لكي تفتح معك جائزة. سوف تختار بين أحد هذه 3 جوائز، كما قلت لكم سوف أعمل على فيديو يا شباب. أولا خلينا نكمل هذه المقايضات يا جماعة، أعتقد أنني سوف أكمل فقط هذه المقايضات التي في الأسفل. فكما تلاحظون فيلزمني لاعب ياباني في هذا المكان، فأنا لا أمتلكه في التشكيلة الخاصة بي، سوف أتوجه مباشرة لكي أشتريه يا جماعة. ما علينا سوى التوجه للبحث، سوف نختار يعني الدولة أو البلد أو المنطقة يا جماعة. سوف نقوم بالبحث عن اللوجو الخاص باليابان لكي نقومها وعلى هذا الشكل، ثم نقوم بالبحث. سوف نحاول يعني شراء لاعب رخيص يا جماعة، كما تلاحظون كل اللاعبين عليهم طلبات يا شباب، لذلك سوف نحاول الحصول على يعني لاعب يمكن أن نجد فيه نسخ يا شباب. سوف نقوم بالبحث، كما تلاحظون كل اللاعبين عليهم نسخ يا جماعة، حتى ميتوما يا شباب. بالتالي أعتقد أنه سوف أقوم بعمل هذه المقايضات فيما بعد لما تصبح نسخ كثيرة في الماركت، لأنه لا داعي للتسرع أو السرعة أو حتى من أجل شراء لاعب غالي. كل هؤلاء اللاعبين يعني أعتقد أن الأغلبية يعملون تجارات في كل هذه البطاقات، لأن غالبا سوف يرتفع السعر الخاص بها يا شباب. بالتالي أنصحكم ألا تتسرعوا في شراء هذه البطاقات، أي وقت سوف تستطيع فيه شراء أي بطاقة في هذه البطاقات الخاصة بالمقايضة. بالتالي دائما اليوم الأول أو الثاني أو الثالث سوف يكون هنالك ضغط على البطاقات، بعد مرور الوقت يعني سوف تجد أن هنالك أصبحت نسخ كثيرة متوفرة والأسعار بدأت تنزل يا شباب. بالتالي لا داعي للتسرع من أجل إنهاء كل هذه المقايضات. يعني لو كان لدي لاعب ياباني كنت قد أنهيت هذه المقايضات، لكن للأسف سوف نتوجه للمقايضة الموالية ونرى المتطلبات الخاصة بها يا شباب. فأعتقد أن هذه المتطلبات يعني أمتلكها يا شباب. لدينا يعني لاعبين ب 85 ولاعبين ب 70 في الأوفر، وكذلك لاعب من البريمير ليج. سوف نعمل هذه المقايضة يا جماعة، يا رب أن يكون لاعب أسطوري يا جماعة. لماذا حظ سيء في لعبة الإف سي موبايل؟ ولكن خلونا نفتح هذا الباك. ووك أوت يا جماعة، ووك أوت غير معقول. من هو اللاعب؟ هولندا إيربي، أعتقد أكي، لا ليس أكي يا جماعة. من هو اللاعب؟ 88 والش يا جماعة، يعني بطاقة جيدة، خلونا نقول أنها بطاقة جيدة سعرها 3 ملايين، الحمد لله يا شباب. المهم ألا يظهر لي لاعب سيء يا شباب. نقوم بالتوجه للمقايضة الموالية يا جماعة ونرى هل أتوفر على اللاعبين. نعم يا شباب نتوفر على اللاعبين، كما تلاحظون كل هؤلاء البطاقات يعني فأنا أحتفظ بها، سوف تحتاجها كن متأكدا، سوف تحتاجها في المقايضات الخاصة بحدث التوتي، لأنه ما عليك
الكراسي وتجميع البطاقات. يا ربي أن يكون الحظ أسطوري كذلك في هذا الباك. نرغب في ووكاوت يا جماعة. ووكاوت هل هنالك ووكاوت؟ حرام يا إيه. حصلنا على أمين يا شباب والله. حصلنا على بطاقة بأوفر 83، بطاقتين بأوفر 83 يا جماعة، وعشرة لاعبين برونز. تبقت لي هذه المقايضة، يعني سوف أعملها يا شباب. كذلك هذه المقايضة أعتقد أنني أمتلك المتطلبات الخاصة بها، لكن لا داعي للتسرع يا شباب لأنه يلزمنا النقاط في هذه المقايضة التي في الأعلى. كما قلت لكم يوميا سوف تحصل على 40 نقطة، لكن كما قلت لكم هنالك مدد محددة سوف تضاعف فيها المكافآت، بالتالي يمكن في يوم محدد أن نحصل فيه على 50 توكن، 60 توكن، بالتالي الكمية غير معروفة. بالتالي بمجرد أن تقوم بتجميع التوكن سوف تعمل هذه المقايضات التي في الأعلى، وسوف تكمل 6 مقايضات يا صديقي. إذا أكملت هذه 6 مقايضات يا عالمي سوف يفتح معك الإنجاز. كما تلاحظون عملت 2 مقايضتين، يعني عملت هذه ثم عملت هذه وفتحت معي 2، يعني تبقى لي 4 مقايضات سوف أعمله بالتأكيد، ثم سوف نحصل على جائزة سوف نقوم باختيارها في الفيديو القادم يا شباب. أما بالنسبة لهذه الباكات فيعني في حالة أكملت كل هذه المقايضات الستة ونزل الإنجاز الثاني أو الفريق بي، كذلك أكملت 6 مقايضات الخاصة به وحصلت على الجائزة، هنا في حالة تبقى لك كمية من التوكن سوف تقوم بصرفها في هذا المكان وتقوم بالحصول على جوائز من خلال تفتيح الباكجات. كما يمكنك أن تحتفظ بهذا التوكن في حالة نزول حدث قادم يا شباب، تقوم بتغيير التوكن الخاص به يا شباب. كذلك يا جماعة فقد نزلت بطاقات أسطورية في حدث البطاقات المساعدة للشتاء. لاحظوا معنا بطاقة بيست يا جماعة في مركز ال LW، يا رب على بطاقة وعلى طاقات. معنا بطاقة مورو، بطاقة بيتيت، أنا أعشق هذا اللاعب يا جماعة في مركز CDM، يعني والله يعني متعة هذا اللاعب في مركز CDM. معنا عملاق الرأسيات، بطاقة كراوش ب2 و1 سنتيمتر يا جماعة، بطاقة عالمية سوف تكون في العرضيات يا شباب. كذلك معنا بطاقة ماغنين يا شباب، يعني سوف نقوم بتجربة بطاقة ماغنين، سوف نقوم بتجربة بطاقة بونو. أعتقد أنني نعم يا شباب سوف أفعلها، سوف أقوم بصرف يعني كل التوكن الخاص بي في هذا الحدث، ولو أني يعني قلت لكم أنني سوف أقوم بالاحتفاظ بهذا التوكن لحدث التوتيسو ثم سوف أقوم بتحويله فيه، لكن يا شباب هذه البطاقات والله أغرتني يا جماعة، يعني غالبا سوف أقوم بصرف كل هذه التوكن الذي معاي من أجل تفتيح البطاقات الخاصة. يا رب أن نحصل على بونو أو ماغنين، يعني سوف تكون بطاقات جبارة. وتخيلوا لو حصلنا على بطاقة بيست في مركز الـ RW يا جماعة. لذلك فلتكتبوا لي في التعليقات هل من الصحيح أن أقوم بتفتيح الباكجات أم أقوم بالاحتفاظ بالتوكن يا جماعة لحدث التوتي. والله يعني هذه البطاقات يعني الآن غيرت رأيي 100% يا شباب، أعتقد أنه بنسبة 90% سوف أقوم بتفتيح الباكجات، لكن اكتبوا لي في التعليقات يعني رأيكم يهمني يا شباب. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم يا شباب، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم على المشاهدة.